العدد 23 من مجلة بيم إريبيا، مقالة بعنوان تحليل وتقييم إمكانيات تنفيذ البيم في شركة الإنشاءات الصغيرة لروبرت بوسكا، بيتر ماجيكا وسونيا أحمد. تم اختيار موضوع البحث تحليل وتقييم إمكانيات تنفيذ بيم في شركات الإنشاءات الصغيرة نظرا لطبيعة الموضوع، وتستخدم حاليا نظم بيم فقط في جزء منها، ولكن في المستقبل سيتم التركيز بشكل أكبر بكثير مما هو عليه الحال حاليا. لذا يجب على شركات البناء البدء في تنفيذ أنظمة الدعم هذه في الوقت المناسب حتى تتمكن من تطبيقها بشكل أفضل على سوق البناء في المستقبل. والهدف من البحث المنجز هو توفير المعلومات بشكل عام عن أنظمة بيم وتقييم إمكانيات استخدامها، ويحلل التأثيرات على العمل والاقتصاد لشركة البناء الصغيرة التي تنشأ عن إدخال أنظمة بيم، وخاصة في شركة إنشاءات صغيرة. أحد الأهداف الأخرى هو جزئيا على الأقل لشرح مسألة تنفيذ نظم بيم لأشخاص آخرين سيقرأوا البحث. الفائدة من البحث المستثمرين الفعليين هو إمكانية استخدام وثائق المشروع بجودة عالية حتى في حال ارتفاع التكاليف، وكلما كانت وثائق المشروع أكثر تفصيلا زاد احتمال حدوث التغيرات الضئيلة فقط واكتشاف الأخطاء أثناء الإنشاء. وبصفة عامة فإن التكاليف المرتبطة بمعالجة أوجه القصور هذه تزيد عدة مرات عما هي عليه في مرحلة البدء بالمشروع. تم اختيار شركة بناء صغيرة لأن الأدب المهني الحالي للتعامل مع هذا الموضوع ينظر في إدارة بيم فقط على المستوى العام، ثم دراسات الحالة المقدمة لتنفيذ نظم بيم في شركة تركز في المقام الأول على شركات البناء الكبيرة. ولكن من أجل استخدام مبدأ بناء نماذج المعلومات إلى أقصى حد ممكن، من الضروري أن تكون هناك مشاركة أوسع لشركات البناء الصغيرة التي تستخدمها الشركات الكبيرة في أنشطة التعاقد من الباطن، وسوف تكون نتائج البحث قابلة للتطبيق بشكل جيد في الممارسة العملية، لأن استنتاجات الدراسة الإفراضية للبحث تستخدم كأساس لاتخاذ قرار بشأن تنفيذ أنظمة بيم في الشركة الحالية التي أعمل بها، والتي هي حاليا في موقع أخذ في الاعتبار إدخال نظم بيم على أساس تعليقاتي، وهذا يمكن أن يكون أساسا لاتخاذ القرارات من شركة بناء أخرى ذات نطاق مماثل من الأنشطة. ويمكن أيضا أن يستخدم البحث من قبل شخص مهتم في تنفيذ نظم بيم، سواء كان ذلك النشاط من الطابع الأكاديمي أو التجاري. ويمكن تقسيم البحث نفسه إلى 3 أجزاء أساسية، تركز الأجزاء الفردية على مسألة إدخال أنظمة بيم في المقام الأول في شركات البناء الصغيرة. وليس المقصود من البحث تعزيز استنتاجاته كأفضل إجراء ممكن أثناء تنفيذ بيم، ولكن باعتبارها واحدة من الطرق الممكنة والمراحل الفردية تطبق واحدة تلو الأخرى وترتبط في السياق النهائي. المنهجية: يركز الجزء الأول من البحث على مسألة نظم بيم في المفهوم العام. في هذا الجزء يجب أن يكون القارئ على دراية بالمعلومات الأساسية حول نظم البيم. هناك تفسير هنا لما هو بيم في الواقع والمبادئ التي يعمل على أساسها، ثم يركز الجزء الأول على أسباب إنشاء نظم بيم وتاريخها وشرح كيفية استخدام نظم بيم في جميع أنحاء العالم. في الجزء الأول سيكون من الممكن اكتشاف ما هي المزايا الرئيسية والعيوب المرتبطة بأنظمة البيم، وتقديم معلومات حول استخدام بيم في سياق دورة حياة المبنى. في ختام الجزء الأول من البحث يتم إعطاء الأنظمة التي هي أكثر ملائمة لشركات البناء الصغيرة التي تركز على تنفيذ البناء. في المرحلة الأولى من البحث يعطى الاعتبار أيضا لسلوك المستثمرين في مرحلة هيكلة المشروع. يستند الجزء الأول إلى حد كبير إلى نتائج واستنتاجات الخبراء الذين تعاملوا ويتناولون هذه المسألة، وبالتالي فإن جميع المعلومات الواردة في البحث لديها مصدرها الخاص المعترف بها. في دراسة الحالة سيتم إجراء بحث منفصل يمكن من خلاله رؤية أن أنظمة بيم المختلفة قد تكون مناسبة لشركة البناء المدروسة، حيث يتناول الجزء الثاني من البحث التنفيذ الفعلي لنظم بيم في شركة البناء من خلال مخطط إجرائي لتنفيذ بيم والمخاطر المحتملة، بما في ذلك شرح لتكاليف التنفيذ. وبصفة عامة سيتم إعطاء العوامل التي ينبغي للشركة التركيز عليها قبل البدء بالتنفيذ الفعلي للنظم في إنتاجها، وهذا يشمل في المقام الأول اختيار النظام الذي سيكون أكثر فائدة للشركة والمعدات التقنية للشركة ومستوى العمل من الموارد البشرية داخل الشركة وغير ذلك. ثم يمكننا أن نجد تحليلا لتأثير إدخال بيم على عمل واقتصاد شركة البناء، بما في ذلك تحذير من تأثيرات مختلفة وفقا لتركيز الشركة على سوق البناء. في ختام الجزء يمكننا العثور على توصيات محتملة لكيفية مضي الشركة قدما إذا تبين ولسبب ما أن نظم بيم المقترحة ليست مناسبة لتلك الشركة،
أو لو تبين أنها جيدة وبحاجة للانتقال التدريجي باتجاه مستويات بيم اللاحقة. أما الجزء الثالث والأخير من البحث فيتضمن دراسة حالة، وتركز دراسة الحالة على وصف لشركة البناء بما في ذلك تنظيم موظفيها والتركيز على سوق البناء، وتذكر سياسة الشركة التجارية ورؤيتها أيضا. وأحد الأجزاء الرئيسية لدراسة الحالة هو اختيار نظام بيم المناسب، وتحقيقا لهذه الغاية يجرى التحقيق بين العمال وإدارة الشركة، وعلى أساس المعلومات المكتسبة والتشاور مع الخبراء الذين يتعاملون مع هذه المسألة تم اختيار تلك المنتجات من بيم والتي من شأنها أن تتوافق مع متطلبات الشركة. وتشمل المرحلة التالية جمع المعلومات عن منتجات بيم المختارة ومقارنتها، ثم على أساس اتخاذ قرار متعدد المعايير يتم الترتيب النهائي الذي سيتم التوصية بمنتجات بيم للشركة المعنية بناء عليه. ثم يخضع أفضل نظام تقييم باستخدام بيم إلى التحليل الفعلي، ويكتشف التحليل التأثيرات الرئيسية لتنفيذ عنصر بيم المحدد على عمل واقتصاد الشركة. اعتمادا على تقييم التحليل فمن الضروري اقتراح تغيرات في إدارة الشركة بحيث يمكن أن يحدث الفرق، وينطبق هذا على وجه الخصوص على الحالات التي تكون فيها الشركة غير جاهزة لتنفيذ بيم، حيث إن تنفيذ بيم غير مناسب للشركة لسبب ما، أو حيث إن تنفيذ بيم لن يستوفي التوصيات المطلوبة. الخاتمة والمناقشة: إذا أظهر استنتاج البحث عدم ملائمة إدخال بيم في الشركة المعنية، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن التنفيذ الفعلي غير مناسب بشكل عام. هذه الإمكانية مفتوحة دائما، ويجب على الشركة إجراء إعادة تقييم أوسع لعمليات التشغيل الحالية أو السياسة الخاصة تجاه العملاء. وبالنظر إلى إدخال نظم بيم في قطاع الأوامر العامة، قد يفترض أنه مع مرور الوقت ستنشأ حاجة لاستخدام بيم في القطاع الخاص أيضا، وسيكون المستثمرون أنفسهم هم الذين يضغطون على هذا التغيير في المستقبل. سوف يكون على شركة البناء النظر في الأداء الحالي ومحاولة تغيير موقفها بحيث يمكن أن تنجح في الصراع التنافسي بين الشركات الفردية في السوق. الاستنتاج المتوقع من البحث أنه بالنسبة لمثل هذه الشركة الصغيرة للبناء لا جدوى من إدخال بعض أدوات البيم المعقدة، وليس فقط من الجانب الاقتصادي ولكن أيضا من جانب المنتج قابلية الاستخدام. لذا فإن مسألة تنفيذ بيم ربما تنطوي على تطبيقات جزئية من شأنها أن تساعد الشركة على الحصول على معلومات من نموذج معلومات البناء، وسوف تستخدم هذه المعلومات عندئذ لتوليد عروض الأسعار بهدف المشاركة في المناقصات. وفي سياق تنفيذ البناء سيشتمل ذلك على عناصر تساعد على رصد والتحقق من التطور الفعلي للبناء، ويمكن أن تسجل انحرافات عن الافتراضات الأصلية، وهذه هي في المقام الأول الانحرافات في الوقت والأداء المالي للخطة الأصلية. وبما أن الشركة المستخدمة في دراسة الحالة تتعامل أساسا مع تنفيذ الإنشاءات، فإن التغذية المرتدة على سبيل المثال من التغيرات في المشروع من خلال شركة البناء إلى الطرف الذي ينفذ وثائق المشروع. وللبحث فائدة إيجابية ليس فقط بالنسبة للشركة التي ستقرر إدارتها تنفيذ أنظمة بيم على أساس نتائج البحث، ولكنها يمكن أن تكون دليلا مفيدا للشركات المماثلة التي تنظر أيضا في التحول إلى المبادئ من نماذج معلومات البناء. أحد الموضوعات التي يمكن أن تؤدي من البحوث التي أجريت هو تقييم تنفيذ نظم بيم في شركة البناء على سبيل المثال خلال 5 سنوات بعد تنفيذها. وهنا سيكون من الممكن تقييم ما إذا كانت الفائدة من بيم هو ما كانت الشركة تتوقع، وعما إذا كان بسبب عناصر بيم قد تحسنت الشركة أيضا على حد سواء مهنيا واقتصاديا. ولكن حاليا من الصعب جدا العثور على شركة عملت حصرا باستخدام نظم بيم. في معظم الحالات في السوق المحلية هناك تطبيق جزئي فقط من بيم، لأن هذه العناصر لا تستخدم كثيرا من الأحيان. والمشكلة أثناء أداء البحث هي عدم كفاية معالجة مسألة بيم بأكملها، وعدم كفاية عدد الوثائق المستخدمة في ظل الظروف الحالية. وهناك عدد أكبر من المنشورات الأجنبية في هذا الصدد، ولكن غالبية هذه المنشورات تعمل بنفس المعلومات الأساسية وتكرر الاستنتاجات التي نشرت بالفعل في أماكن أخرى، وقد تم عرض موضوع بيم بشكل عام. والآن من الضروري أن تذهب أعمق في المسألة ومحاولة إقناع جميع الذين يشاركون في دورة حياة المبنى أن هذا النهج التدريجي يمثل وعدا في مستقبل الفاعلية والاقتصاد والشفافية.